دعوة عامة للجميع، وذلك بحضور حفل زفاف الدكتور أحمد علي الشيباني في عدن قاعة قصر ماس في جولة كالتكس بحضور مجموعة فنانين من تعز، الفنان أحمد البابوري والفنان محمد الشيبة، وذلك بحضور الفنان عبد الرؤوف ملاطف، وذلك بحضور الفنان ماهر الفخري، والدعوة عامة للجميع. في عدن قاعة قصر ماس في جولة كالتكس، والدعوة عامة للجميع.